وعايزه اقول لك ان ملف التغذيه ده من الملفات اللي هي بجد بيجي عليها اسئله كتيره قوي، اللي عايز يخس، اللي عايز يتخن، اللي عايز مشروبات بتدي طاقه وغيره وغيره. خلينا نبدا مع حضرتك بالطفل، ايه رايك؟ نبدا بالطفل. جميل. لان الملف برضو ده ما عليهوش تركيز قوي، لان احنا بنتكلم في التغذيه لو كانت سليمه من البدايه، بعد كده الشخص خلاص هيكبر يبقى اصلا بيحب الاكل اللي هو الصحي الكلام ده كله. فهبدا بالطفل، بس مش الطفل نفسه، بالاهل. الاهل اللي هم بيعملوا او بيدوا لابنهم تغذيه غير سليمه اصلا، وبعد كده بالتالي بتبقى لايف ستايل للطفل لما بيكبر. ده حقيقي. مفهوم التغذيه لسه حاجه جديده جدا، يعني الناس بدات تبقى اوار بقصه التغذيه، واكل ابني ايه وافطمه ازاي، وصح لبن الام، طب لو لبن الام ابدله بايه، واختار ازاي اللبن الصح. بعد كده مرحله الفطام، لان هي ليها عامل مهم جدا في سمنه الاطفال بعد كده، فازاي اكل طفلي صح. بعد كده اطفال المدارس ياكلوا ايه. بقى في دلوقتي وعي شويه للاهل أأكل ابني صح إزاي. والحقيقة إنه زاد الوعي ده جدا مؤخرا. أكيد إحنا سمعنا في حملة 100 مليون صحة إنه الرئيس السيسي يتكلم عن الوجبة المدرسية، ومع المعهد القومي للتغذية الحقيقة بدأ إعداد وجبة مدرسية كاملة متكاملة، سعراتها بتتراوح ما بين 400 سعر و 650 سعر حسب المرحلة الدراسية. بنبدأ من 6 سنين تقريبا لحد 12 سنة. وجبة كاملة متكاملة بتشكل حوالي 25% من الوجبة اللي بياكلها الطفل على مدار اليوم، يعني 25% من إجمالي سعراته اليومية. ودي خدمة بتقدم لكل المدارس ولا فئة معينة؟ كل المدارس. ده مش بس كده حضرتك، ده كمان كل محافظة حسب النقص اللي موجود فيها، يعني حسب الإحصاءات اللي موجودة المحافظة دي فيها أنيميا أكتر من 50%، يبقى الوجبة المدرسية مدعمة بالحديد. هتلاقي فيها اللبن مدعم، هتلاقي فيها العيش مدعم، هتلاقي فيها مثلا بيد وجبة فيها التمر، كلها وجبات مقفولة وصحية، لكن المحافظة دي هتاخد الوجبة دي مدعمة بالحديد. المحافظة دي عندها تقزم بنسبة كبيرة، يبقى أنا هدي الوجبة مدعمة بالكالسيوم. مثلا عندي محافظة فيها سمنة لو أكتر من 50% أكتر من 20%، يبقى إذن ده الوجبة بتروح لكل واحد حسب كمان حالته. أنا إيه اللي بهدف بيه؟ أنا عايزة طفل عنده صحة، هيطلع شاب عنده صحة كويسة بدون أمراض، هيطلع تحصيله العلمي أحسن بكتير، يبقى إذن ده هيفيدني كمجتمع. غير بقى التوعية اللي هتحصل للأهالي والأسر لأهمية الوجبات، أأكله إيه وما أكلوش إيه، أبعد عن إيه، كل الكلام ده إن شاء الله في حملة 100 مليون صحة أكيد هيبقى له مردود وصدى كبير وسريع إن شاء الله.